جاونا مع الربعة الصباح رضا فرعوا البيبان نضنب احنا بلا وانا خرجنا بروسنا خرجنا بعروسنا خرجنا عبيروسنا خرجونا فالقيد القيد ودوك المرود ديالو يجرونا ويخرجونا حالتنا حالة العدا داو لقى ولادي جوج داو الحوايج ولادي مرات جوج في براكة ركبوا البراكة على حوايجهم وعلى اوراقهم وعلى كل شيء حتى حاجة ما خرجوها والو عاك يخرجوا مع الباب داو شدهم ضرب في الهضرو فيهم ركبوا الدار على كل شيء ما على زرع على دقيق على فلوس على جميع كاع داكشي اللي عندنا نرزقوا كاع ركبوا عليه والله غالب الله غالب اولدي الله غالب ما عندناش في النبات دلينا اولدي ما عندناش ما عندناش اولدي ما عندناش واختي الدوليه اختي ما عرفتهاش فين مشات ومشى لي فلوسي ومشى لي رزقي ورزقي غير الكرابيه ما عنديش وداو لي خوتي ثلاثه انا راه ولادي بجوج واختي لا حريه في السبيطار ما عرفتش فين حنا دابا في الزنقه ما عندنا فين نمشيو حنا دابا عايشين في الزنقه حنا وليداتنا داو لينا كل شيء الكتوبه ديال ولادنا ما بقاوش عندنا وريقاتنا مشاو فلوسنا داوهم لينا دخلوا علينا ولاحوا لينا حوايجنا في الزنقه داو لينا الرجاله للحبس وهذا الشيء اللي كاين هذا الشيء الا كان كيرضي شي دوله حنا قابلينه ما كانش كيرضي يجي وعا يقتلونا ويهنيونا جاو لينا مع الربعة الصباح كنسحبوا حنا شي حد كيتخاصم خرجنا لقيناهم كيريبوا ما خلوناش هزينا حويجاتنا كلنا داو خوتي جوج انا واحد مريض مرض نفساني وواحد اخر بغى يرجع يفيق غير خوه هنا عس مريض تا هو داو ولاد الجيران داو شي 12 واحد اللي داو كلشي دا الولاد اللي غيعاونوا والديهم داوهم وضربوهم وداوهم الدراري اقسم بالله لا ضربوهم وداوهم ملي جانا الريبو كيدافعوا انا خرجت لقيتكم كيدفعوا في با داروا لنا واحد الحاله شي اليهود من داكشي اللي كنا كنشوفوا في اسرائيل هو اللي داروا لنا اليوم هاد الناس طبقوا القانون ديالهم هما ما طبقوش القانون ديال الدوله جاو يعني السبت والحد ما كاين حتى شي واحد ما خدام لا محاكم لا والو طبقوا داك الشيء اللي ديالهم هما من تلقاء النفس ديالهم يعني داخله فيهم سلطات وداخل بلا محتاجين نقولوا الاسماء ديالهم وهاد الناس هادو يعني هجرونا في 86 في طريق ولاد زيان اللي كانت تسمى سابقا كانت سميتها عرصات بو احمد دابا ولا سميتها حي التيسير حي التيسير جوج كانوا بغا يسلموا لنا المشروع ديال ولاد زيان تباع باع يامات العفوره وسليمانيه داك تباع جابوا هنا مؤقتين على مده ديال 6 شهور او لا عام ونسلموا لكم السكن نسلموا لكم السكن جابونا هنايا داروا لنا جابوا دخلوا لعمران بوراق يعني مزوره بان راهم اصحاب هذه الارض وحنا ساكنين في 86 ملي صيفطنا للمحكمه الاستئناف حكمات من الصالح ديالنا هما ما رضاوش ما تقبلوش هذاك الحكم يعني راهم كتشوفوا هنا راه جاوا نفذوا هذاك الشيء ديالهم هما هذاك الشيء اللي بغاو هما نفذوه جاو عندنا مع الربعه يوم الربعة ديال الصباح دخلوا علينا ولدي واحد قتلوه بالعصا داك الكبير المجوج والدي جوج بنات وواحد هرسوه ليا من يدو هو رقيق شي بحال الدري وحادك حادك 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 شدوا هرسوه طلعوا عليه حتى للسطح هرب للسطح وطلعوا للسطح وطيحوه لا البركة ما هرسوش من دارو بلاتو في الخلا ما رقدوش ما عندناش فين غنرقدو ولا حتى 10 ولاد شكون غيدخلها كاينش اللي دخلني عندي ولادي رقد انا وياهم برا في الزنقة ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.